تامل في جمال السودان الوطن القارة ولكل مكان في السودان محموله الثقافي والاجتماعي من بيئات ومناخ السودان ده عظيم بانسانه وبارضه وبخيره واذا تكلمنا عن الله كريم بيتبادر في اذهاننا طوهلي طماطم الله كريم لكن الله كريم على هذه المنطقه في جوانب متعدده يعني اذا كان الرعي اذا كان المأكل اذا كان المشرب الله كريم هي مزار غير انه هي مزار وملتقى لكثير من المناطق هي كمان جانب مشرق الجانب المشرق فيها انه الاهتمام اكبر بالزراعه واهتمام اكبر بتنم برعايه الماشيه ننتقل معكم بزاويه اخرى للجمال من خلال كاميرا قناه الشروق الى منطقه الله كريم في بلدنا حلوه ومن بعد بنرجع يعني نتواصل المشاهدين على طريق المرور السريع الأبيض الخرطوم وعلى مسافة قريبة من الرهد أبو دكنة تستقبلك منطقة الله كريم واحدة من قرى كردفان الوادعة ترقد على أحضان الرمال الذهبية يطوقها خور حبل من الناحية الجنوبية تخترقها في تقاطعات شوارعها الفسيحة تميزها البساطة في كل شيء تجسد طيبة أهل كردفان وكرمهم اسسها مجموعه من المزارعين قبيل منتصف القرن الماضي واشتهرت عند الناس بانتاج الطماطم البلديه كما يسميها الناس هنا في اراضي خوربو حبل ذات الخصوبه العاليه والمياه الوفيره بالاضافه الى زراعه محصولي الفول والسمسم وانتشرت فيها عصارات الزيوت البلديه وبذلك زاد عدد سكانها يؤم المنطقة من جهة القبلة مجمع طريق الحق الإسلامي الذي يعد منارة للعلم والمعرفة يقصده طالب التفقه في الدين من الدول المجاورة للسودان يعد المجمع الحافظ لقيم الإنسان يتشربون العلوم والأخلاق من تجابة القرآن ويدرسون سبل الحياة القويمة بين الخلاوي يسكنون بجواره يتحصنون بصوت القراء ليلا ويقبلون على عملهم بدافع الدعاء الصالح بالرزق الكريم والتوفيق في العمل والحفظ في الاهل. عند بدايه انشاء الطريق المسفلت الذي يربط مدينتي كوستي والابيض صارت الله كريم المحطه الاهم في مسار الطريق. يتناول المسافرون من الابيض وجبه الافطار بها ويتوقف القادمون اليها في الله كريم لتناول وجبه الغداء. وزاد من شهرتها لذيذ طعامها وبشاشة أهلها يستقبلونك بكل البشاشة والترحاب تشدك رائحة الشواء على الطريقة البلدية وأهلها لا يذبحون إلا الضأن ويتميزون في طهيه عن غيرهم من المناطق. عبدالله صاحب مطعم فسيح يعرفه الجميع ببشاشته وترحابه يستقبل الزبائن عند الأبواب يسمعون منه ندي العبارات. يتلو عليهم قائمة بأشهى المأكولات، ويشرف على اللمسات النهائية للوجبة الشهية بنفسه، رغم وجود المساعدين له في العمل. وأمثال عبد الله يصنعون للمنطقة رصيدا من الرواد وسمعة طيبة. عندهم تتلاشى البروتوكولات، يتساوى الزبائن، الجلوس بارتياح فوق بساط مبلل من حبيبات الرمال الذهبيه ورائحه البخور تعطر المكان تشدك للتوقف في الله كريم المتاجر والكافيتريات والمقاهي تسهم في دعم خزينه محليه امروابه بالاموال التي تستقطع من اصحاب هذه المواقع لكن الشكوى لدى مواطني الله كريم هي ان هذه الاموال لا يعود منها شيء لدعم الخدمات بالمنطقه ورغم ذلك يحلم اهلها بان تصبح منطقه سياحيه جاذبه بعد اكمال بعض المنشات التي تخدم العابرين بالمنطقه وتلبي احتياجات الشركات الكبيره والرائده في مجال النقل هنا للاصاله جزور راسخه وللكرم ظلال وارفه السخاء يبسط رداءه للجميع والخير يطوق الارجاء فالمنطقة أصبحت ملتقا لأجناس متباينة وسحنات مختلفة ولغات متعددة يسهر أصحاب المطاعم والمقاهي على خدمتهم حتى الصباح لا تخبو أنوارهم ولا تموت نارهم يضيفون إلى رصيدهم كل يوم جديد وتتوسع بفضل ذلك المنطقة في مساحات من الرضا والقبول بقسمة الرزق الحلال الكل هنا يجد طريق للعمل والكسب الحلال الخبرة والمهارة تخولك العمل في الكافيتريات والمطاعم واصحاب المعاصر البلدية يبيعون زيت السمسم النقي واخرون يعرضون الصلصة المجففة والفول السوداني والسمسمية وغيرها ولم تخب دعوة أهل المنطقة عندما أطلقوا عليها اسم الله كريم وبذلك أكرمه الله وأصبحوا بفضله كرما وجعل لهم من صبرهم معاشا ورخاء ونالوا بنعمته من الناس صادق الشكر والدعاء